بغيك اخويا منير توصل هاد النداء ديالي وهاد الصوت ديالي توصل لولاد الشعب كاملين، توصل للسلطات. اخويا منير راه شهرين تقريبا وانا في الشارع. اخي منير داولي رزقي، كلاولي رزقي، لا وثائق لا قرايه لا دراسه لا سكن لا حتى شي حاجه. كنترمى غير في الشارع دابا تقريبا شهرين، وقصتي راه اي واحد عارفه هنايا في مدينه خاركوف في اوكرانيا. اخويا منير الله يرحم ليك الوالدين. اخويا منير بغيتك توقف معايا اخويا، باغي غنولي لارض الوطن، ما بغيت حتى شي حاجه من غير هادشي، بغيت غير نرجع لبلادي. اخويا منير كنتمنى اخويا تلبي هاد النداء هذا اخويا ويوصل لجميع المغاربه. الله يرحم ليك والدينا اخي منير. توصلت بواحد نداء استغاثة من واحد احد الطلاب، اللي من هو مجموعة من الطلاب اللي تنصب عليهم وضاعوا تما، يعني اولاد وبنات ضاعوا في الديار الأوكرانية. وهذا الطالب هذا خلص عن طريق المكتب يعني سنة كاملة، يعني حوالي 30,000 درهم باش يقرأ. مي هذاك الوسيط اللي داه تما خلص لي غير شهرين، وبعد شهرين تفاجأ بإدارة المؤسسة تتقول لي خاصك تخرج، خاصك تخلص لينا هذاك الشيء اللي باقي، ولا تغادر الأكاديمية ومشى باش يقرا الهندسة المعمارية. وهو وصل لينا واحد النداء ديال الاستغاثة، وطلب منا باش نوجهوا نداء الاستغاثة للمسؤولين هنا، يستنجد بالمسؤولين، ولا باغي يرجع غير للبلاد ديالو، ما بقى باغي لا لا قرايه لا حتى شي حاجه، ولا باغي يبيع يرجع للبلاد ديالو يبيع الخبز، مهم يرجع وسط من الاهل ديالو. والاهل ديالو تينحدروا من عندهم واحد الظروف اجتماعيه اللي هي سيئه جدا، غير واحد المحسن الله يجازيه بخير اللي عاطيهم غير واحد الكراج اللي ساكنين فيه، وغير هو اللي ولد وثلاثه البنات، والام ديالو مريضه بالقلب، والاب ديالو عنده 70 سنه. يعني هذا الولد هو دمروا ليه المستقبل ديالو، دمروا ليه العائله ديالو من اقليم الدريوش، يعني تينحدر من منطقه الناظور. والمؤثر في الامر هو ان الاب ديالو اللي هو في السن 70، يعني رجل عجوز، يعني تحتال عليه، يعني في هذه القضيه ديال ولده هذه تحتال عليه. وناضوا الناس اللي عطاو الفلوس وسميتو، ناضوا تابعوه وتحكم عليه، تحكم عليه بالسجن. دابا هو حاليا شهرين هو في السجن، والدري لا حول ولا قوه له، يعني حاليا تيبات في الشوارع، حتى واحد ما تيرحمه، يعني لدرجه الدري تيقول لي انا يومين ثلاث ايام ما تناكلش الماكله، الا احيانا تياكل غير من طوارو ديال الزبل. هذاك الشيء اللي تيلوحوا في الفنادق، وهذاك الشيء هو اللي تيسد به جوع. بالنسبه للوثائق الثبوتيه ديالو، يعني جواز السفر والتاشيره وسميتو، يعني بعد ما هو اكتشف باللي راه تحتال عليه، وهذاك الوسيط ما خلصش ليه الاكاديميه ديالو، هذاك الشيء ناد دار حلاقيه، جمع الطلاب ودواء على الحق ديالو، على حقوق الحق ديال هذوك الطلاب اللي منصوب عليهم، يعني اكثر من 40 طالب ودار حلقيه. من دار حلقيه وصلت هذه القضيه للاعلام الاوكراني وتكلم عليها، من يتكلم عليها الاعلام الاوكراني وتهزت يعني محليا في هذيك المدينه ديال كيف، من يتهز شويه الراي العام، ولكن ما وقع والو. هذاك السيد الوسيط اللي جابو صيفط ليه مجموعه من الدراري اللي عطاوه قتله ديال العصا، وشتوا ليه الحوايج ديالو، داو ليه الوراق الثبوتيه، يعني الجواز السفر والوراق الثبوتيه ديالو كامله داوها لي. حاليا دابا هو تيدور تما بالوراق، وبات في الشوارع مع انه ما عنده حتى شي ورقه اثباتيه، ولا تيهرب من البوليس. هو الطلب ديالو تيوجه النداء ديالو للمسؤولين والمحسنين، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، هو بغى يجي شي واحد يتطوع يقطع عليه، واللي بغى يقطع عليه يتواصل معايا، انا اللي مكلف بهذه القضيه ديالو، اللي بغى يقطع عليه يتواصل معانا، نعطيه المسائل اللي غيقطع بها، يقطع علينا غير التيكي ويجيبوا الدري ويجي للمغرب، على الاقل في المغرب بلاد الخير. ما يمكنش اي واحد كيف ما يكون ما يمكنش يبات بالعشاء. هذا راه ماشي ولد مدينتي ولا غادي نقول لك صاحبي ولا هذا، هو تينحدر من مدينه الناظور، انا من بوسكوره، انا واحد الدار بيضاء، ولكن حنا تتجمعنا هويه واحده وتتربطنا، تيربطونا ثلاثه الخيوط، يعني الله والوطن والملك. يعني احنا كنا فرحانين بهاد الايام المباركه ديال عيد الاضحى وسميتو، اقسم بالله العلي العظيم مني توصلت انا بهاد الحاله وبهاد النداء الاستغاثه، ما بقيتش فرحان كاع، الفرحه ديال العيد مشات ليا كاع،
يعني انك تشوف ولد بلادك يعني تتجمعك معاه نفس الروابط هويه واحده، وتتلقى انت ناعس في دارك واكل شارب فرحان مع الاسره ديالك وولد بلادك في الشارع، راه شي حاجه تتالم القلب. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.